في بكل 37 دقيقة نمشي ونعمل طلة على مهرجان القاهرة السينمائي الدورة 42. زوز أفلام توينسا يمثلون في المهرجان. نتمنى لهم برشا نجاح وتوفيق وإن شاء الله يكونوا من المتوجين. بالنسبة لنا المشاركة وحدها فخر في مهرجان عريق كما مهرجان القاهرة السينمائي. الفيلم مش نحكي عليه توا فيلم قدحة للمخرج أنيس الأسودري. ذولي البروميير والعرض الأول باش يكون في مهرجان القاهرة السينمائي. تتسويت التفاصيل مع المخرج أنيس الأسود. مرحبا بك. مرحبا، مساء الخير. مساء النور. شكرا على الاستضافة مرة. يعيشك سافي لونتون ومبروك الفيلم. عيشك فرحانة ياسر. نعم فرحانة ياسر كي نسمع اليوم اللي فيلم تونسي يمثل في تونس في مهرجان كيما مهرجان القاهرة. هذه اون ريكونيسونس للخدمة اللي صارت على الفيلم هذايا، تتويج للإكيب اللي خدمت من ممثلين من تقنيين من منجين، أنا من سيناريست أوسي، معناتها هذا الكل يخلي الخدمة هذه هي اون ريكونيسونس للخدمة اللي صارت في فيلم قدحة اون سكوند في. إن شاء الله يتعدى بعد من لو 26 لو 26 حتى لو 5 ديسمبر يوغا دو بروجيكسيون في القاهرة. On verra. احنا مش نتقلوا اون ايكيب دو فيلم باش يكون فيها المنجين عبد الله المخرج مي اون ميم تان لي كوميديان وبعض التقنيين. اون ايكيب باهية باش تحضر في يعني ليكيب كل براتيكمون باش تحضر في مهرجان القاهرة السينمائي. مش هو النجاح ليك مين انيس سامحني نذكر اللي فما فيلم دايوغ كان توج الفيلم نتاعك سنة نذكر الاسم وكنا عملنا حوار من أول حواراتي وفيلم كان لقى برشا نجاح كان ذكرني أنيس صبات العيد. صبات العيد فوالا اللي كان دار ياسر الفيلم. الأمل الحاجة اللي تميز الفيلم هذي قدحة اللي يظهر لي أول فيلم يتصور الكل في ولاية نيب. بالحق هو الفيلم هذي معناتها ما تتصور 100% في حمامات في نابل في دار شعبان وبني خيار مع نابل الكبيرة مع ولاية نابل وسورتو لازون حمامات نابل دار شعبان وبني خيار. فيلم 100% تونسي تقنيين وممثلين وإنتاج. On verra شنو مش يعطي إن شاء الله نتفرجوا فيه مع بعضنا إن شاء الله. قل لي الاختيار كان منك أنت اليوم. أنت أصيل ولاية نابل ومدينة نابل للناس اللي ما تعرفش. اليوم حبيت وكأنه تعمل أوماج لبلادك ولا الفيلم يقتضي أنه اللي بلون يتصوروا في نابل؟ هو الفيلم يقتضي وجود البحر، معناتها المدينة أمام البحر، واخترت المنطقة هذه اللي ثراءها أيضا معناتها تعرف نابل الحمامات البارتي هذه فيها البرد بن خيار وغيره، معناتها هي منطقة جميلة جدا وغير مستهلكة، معناتها حتى الفضاء راهو معناتها الواحد يقعد في العاصمة حاجة معناتها يمكن تعودنا بالديكورات وتعودنا بكل شيء. مدينة نابل حمامات متطلبات المشروع تقتضي ديكور معناتها اون فيل بنية معناتها على البحر واخترت نابل يمكن لقربي من معناتها معناتها سي تنوماج اوسي للمنطقة نتاعي، معناتها هي محاولة نوري شوية لي ديكور نوري قداش ثمينة في نفس الوقت فما الانفراستركتور في المنطقة نتاعنا نابل صحيح فما لي زوتيل فما لي غوت فما لي بار فما كل شيء معناتها باش تنجم تصور فيلم ومرتاح. بيه بارفي فرحانين ياسر اللي دوري اول فيلم يتصور كل في فريمون كل في نابل. سي ان لون ميتراج يدوري اول لون ميتراج يتصور في نابل. بيه انيس قبل ما نمشيو للكاستينغ نمشيو للممثلين اليوم اللي باش نلقاهم موجودين في مهرجان القاهره السينمائي، كان تعطينا هكا فكره صغيره على حكايه الفيلم لان عالم باش يهزنا الفيلم. والله انا الفيلم هذا يحكي على طفل، انا تعرف الفيلم كله يحكي على الاطفال. اي مغروم انيس بالحق صبغي. والله ما هيش غرام، هي ما تقول انت شباك ما نجمش نسكره على الطفوله يظهر لي خاطر نحس الاطفال ما نسمعهمش بالكدا، دونك افلام الكل تخوض عالم الطفوله، لكن سي دي فيلم بور ادولت راهو سي با دي فيلم بور انفون سي دي فيلم سور لانفون مي بور ادولت. لا يلزم يتفرجوا فيهم الصغار من 12 11 12 سنه ممكن يتفرجوا فيهم مع عائلتهم اقل
يظهر لي بذلك العمر 12 ans 12 ans 11 12 10 معناتها سي ماكسيموم يظهر لي مي سي ان فيلم سور لانفانس سور سور لو ديكالاج اللي صاير ما بين الكبار والصغار سي معناتها شنو يقرر الكبير للصغير وكيفاش يلغياجي الصغير مع الكبير معناتها هذا هو الفيلم نخليه نكتشفه هو سي كولير دان انفان هي ثورة الطفل ولا غش الطفل الطفل ولا به به فهمنا الموند شويه متاع الفيلم قبوله في المسابقه الرسميه لمهرجان القاهره السينمائي كنت متوقع انيس على خاطر النجم افلام يشاركوا دايور كيما لي جي سي سي وتنحكيوا على اخر دوره هذيا 32 لي جي سي سي هل كنت تتوقع قبوله في المسابقه الرسميه كان نجم يتعرض وكا ومعناتها في المهرجان والله شوف معناتها انا وصلت مرحله في الكارير نتاعي ما عادش نلوج المسابقات فهمتني مهمه المسابقات لانك توج الفيلم تعطي اون كريديبيليتي اون اتونت معناتها عند المتفرج المهرجانات والجوائز وغيره لكن انا اظن معناتها الفيلم يلزم ينطلق من مكان ومهرجان القاهرة هو مهرجان مهم في الـ في الـ في العالم parmi les 15 premiers festivals au monde جيت الانطلاقة من القاهرة انا معناتها كانت عندي جائزة ديجا في القاهرة في سوغ ان اوتر فيلم القاهرة الذهبية وجائزة وزارة الثقافة في المصرية في سوغ ان فيلم اسمه صدى فلوس كنت تحولت ايضا معناتها يولي عرقو بخير القاهره ان شاء الله ان شاء الله تونس تولي عرقو بخير انيس اي علاش القاهره هل تونس عرقو بخير عليك انيس والله شوف معناتها سؤال صعيب هذا اي جستمو بيان سور تونس عرقو بخير عليا لاني انا ولد تونس انا اول مهرجان توجت فيه كان مهرجان سوسه الفيفاج هو مهرجان الطفوله والشباب بسوسه وتوجت بالاتونيس يظهر لي الحضرموت الذهبي في مهرجان سوسه وفرحت اكبر فرحه يظهر لي انه اول جائزه واول اعتراف سورتو تونسي بتونس معناتها تعترف بيك بلادك وتعترف بيك السينيفيلي والمخرجين والاهل المهنه يعترفوا بالخدمه نتاعك تقول لي عرقوا بخير معناتها بيان سور عرقوا بخير انا خدمت فيها تعلمت السينما في تونس قبل ما نتحول لفرنسا والايطاليا عرقوا بخير لاني تربيت فيها وقريت فيها وعلمتني السينما وخلتني ان ان ان, إن, إن نحل عينيا ونعمل سينما دونك هذا ديجا العرقوب الخير من بعد مهنيا نحكي وتقدم المهني وهذاك الكل والتأثير والدعم وهذاك الكل مهنيا معناتها تعرف انا معناتها قرطاج بريسك متربي فيه معناتها انا اول مره نمشي لقرطاج سيتي في الخامسة اني سكوندير نقرا في الليسي قضيت الكار وطلعت لتونس حاب نحضر في كارتاج من 88 أبوتخي من عام 88 وانا نحضر في كارتاج 1988 وبعديك تحولت قريت سينما في تونس في العاصمة معناتها ما يقارب يمكن 29 سنة 30 سنة وانا نحضر في كارتاج وحليت عينيا في كارتاج والجمهور تعرفوا الجمهور من الثمانينات معناتها انا نتذكر شفت قاعات لي فيل داتون تبدا في معناتها قاعه هاني جوهريه اللي توا فما محل تجاري في بلاصتها كانت الصف يوفى في البور دو فرانس ابن خلدون معناتها ما تلقاش بلايص والناس تستنى كانوا العروض ورا بعضهم عبي الساله وفرق معناتها قرطاج اكتسب شعبيته من جمهوره وهذا يرجع للسينيفيلي الموجوده في الوقت هذاك واللي كانت متطوره هي تعرف لي سيني كلوب في تونس كانوا برشا وكانوا المنخرطين في لي سيني كلوب 90 ألف منخرط كانوا يتفرجوا في الافلام والنقد وكل شيء وكانت حركه سياسيه في نفس الوقت دونك كان ثم جمهور للسينما قاعات سينما وقرطاج جاء وخلق هلا سيني وغذى لسينيفيلي وخلى لسينيفيلي يتلقاو بالمخرجين نتاعو انا تلاقيت مع يوسف شاهين صلاح ابو سيف ناني مورتي برشا من المخرجين اللي حلمت باش نقابلهم قابلتهم في لي جي سي سي وانا صغير على 22 23 24 دونك هذاك اللي يخليك تزيد
تحب المهنة هذه بعد ما تقراها وبعد ما تتطور فيها تزيد تتطور وتحب تخدم مع المخرجين هذوما. وخدمت مع برشا مخرجين كنت نحلم نخدم معهم. وهذاك الشيخ القدنا قرطاج. قرطاج كانت كيما معناتها يغذي لاسينيفيلين تاعنا، نخرجوا معناتها من فيلم لفيلم نحضروا في لي ديبا، تتعرف سيغتو في لي ديبا على مخرجين وعلى ممثلين، تعرف على تفكيرهم على طريقه صنعانهم لافلامهم تناولهم للمواضيع نتاعهم. هذاك الكل يخليك تحل عينيك السينما كاداه تعبير، وهذا هو اللي ربحناه من قرطاج. اكيد اليوم قرطاج وينو؟ معناتها اليوم قرطاج وينو تقول؟ موجود والله. انا معناتها الدورة ما زالت كيف دايخ سؤالي هاو بجاوبني على سؤال ذا اللي كنت تقوله دايخ بجاوبني على سؤال ذا دايخ سؤالي. هل قدمت الدوسيه نتاع الفيلم للمهرجان قرطاج السينمائي للجي سي سي؟ بيان سور قدمت الفيلم نتاعي ولكن طريقة التعامل مع الافلام معناتها من لجنه انتقاء الافلام تحس لو كوتي اماتور لو كوتي كلانيزم لو كوتي اورينتاسيون تاع اللجنه الافلام معينه على افلام اخرى مواضيع على مواضيع. وهذاك اللي صار. لكن انا ما كنتش منتخشش انا معناتها كيف وقع اختيار الافلام وقت معناتها الدوره هذه وقع اختيار افلام بوشناق وجيلاني سعدي عسين جيلاني سعدي وش اسمها وبوزيد ليلى بوزيد ليلى بوزيد مجنون فرح وغيرهم. يعني نعرف شفت اللجنه وشفت كل شيء شفت اللي يا اون اورينتاسيون. لكن شنو هي الاورينتاسيون التوجه شنو التوجه انيس معناتها اللجنه شنو متوجهه كي تقول توجه عجبوها فيلم اختارت لجنه انت تحط لجنه معينه انا معناتها تتوجهها اللجنه معناتها كي تحب تحط لجنه باش تختار افلام تحط لجنه تختار الافلام هذه مش الافلام الاخرى. لكن انا ناكد لك انا جو دي باس تو سا خاطر حضرت في برشا لجان وشفت شفت كيفاش ينتقيوا الافلام. تعرف نفس الافلام اللي خدموا في كرتاج تقدموا في القاهره ورفضوها. انا جو سوي ناسيوناليست معناتها نقول الحمد لله اختاروا الافلام هذه في تونس على الاقل لقاو حظهم في تونس هاكا احنا لقينا حظنا لبرا وهذاك هو معناتها جو غيست ناسيوناليست نحب الافلام التونسه باغتو وسورتو بوغ لا ديستريبيسيون سافا ايدي شاك فيلم باش بوغ اتر ديستريبيي. وهذا هو معناتها مانيش دون سيت جالوزي بدون معناتها انا جو كوا شاكان في سون سينما. بعديك فما اللي يغيظني ماهوش الافلام انا اللي يغيظني هو تدهور مهرجان قرطاج. كيف تدهور؟ معناتها يظهر لي مهرجان قرطاج قائح كانه فما محاوله تكسيره. كيفاش؟ لانك لما تشوف انت ابار لي تابي روج والعباد اللي داخله وخارجه كونتر البلينغ بلينغ انت وتابي روج وكل نيس معمول به مهرجان قرطاج ما يشتمش على تابي روج راك ما لا 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 مانيش كونتر جو سي جامي كونتر سا خاطر هذاك سافي بارتي دي بايات ولا فات ولا برشا حاجات معناتها تعرف سي دي شو بيز معناتها كيولي جوستومون انا جو سي با واحده مي ان فيستيفال سا ريست توجور بور لي ريلزاتور يافي با دو ريلزاتور sur le tapis rouge. Ah, يعني الناس الحاضرة على التابي روج هو اللي قلقك. معناتها انا يظهر لي سكي مونكي سي لي ريلزاتور تحس يا العباد ما جاتش لا توانسه ولا اجانب. هذا لاحظوه برشا ناس اللي براتيكمون اكثر مشتر اللي على التابي روج ماهمش ولاد سينما ماهمش اعلاميين ماهمش صحفيين من خارج الميدان. ناس معناتها سوا دي بتي معناتها انا جو كريتيك با سا. انا بالنسبه لي انا ان فيستيفال دو قرطاج هو قوته قرطاج في مخرجيه وفي اللي سينياست نتاعو. انا حسيت برشا الناس ما عادش تجي وانا ولد مهنه ونعرف العباد الكل ما مشيتش انت يا نيس لي بتي زامي وفما عباد كلموهم باش ويحطوهم قدام الكاميرا ويقولوا استدعاونا وشنو هذاك الكل سي معناتها سي خدمه ومعناتها باش واحد هاوك الاعلام ولا ميدياتيزاسيون. مي ناكد لك هاوش نعطيك انا المشاكل نتاع كرطاج والمشاكل الكبيره نتاع كرطاج وهذا اللي قلقني لاني تربيت فيه وشفت قلت لقيت الناس الكل. اذا تشوف انت سهره الاختتام اي شفت التانيث الذهبي شايل فيلم ريش المصري فيلم ريش ما فيه حد لا جاء للمنتج لا جاء المخرج
لجي تكنيسيان، لجي ممثل، لجي السواق تدخل انت حتى يبعث واحد من الشركه باش ياخذ تهنيد، ما جاء حتى حد. هذاك يوريك قديش المهرجان ولا معاش معاش اتونجي، معاش الناس بيهمهمش، الناس تبعث افلامهم للقاهره. بورتو فيلم متوج في كان ريش في بالك دونك في نعرف نعرف، هما هذيك اكبر، هذيك غلطه اخرى هذيك، لانك تدخل تحط الصغير مع الكبير وشنو دخلها بعضها. شنو الصغير؟ شكون الصغير وشكون الكبير انيس؟ اش معناتها؟ نفسر لك حاجه، انا كي نقول لك نحب نرجع لمشاكل الكرتاج، كي نقول لك العباد معناتها ثم ما ثم مخرج ياخذ تانيت الذهبي وما يجيش، أو كان هو المخرج كان في الجونة وجاء يظهر سيت اون بروميير، مش اون بروميير، صارت مرتين كل شيء. ليه معناتها حتى كان سي با لافون بروميير، الفيلم الثاني ما جاش. ليه قلت لك سيت اون بروميير المتوج بالتانيت الذهبي؟ نعم قلت لك نحكي جوست ريزو انيس كانت تبدل جوست البلاصه باش نسمعك بالباهي. قلت لك سيتون بروميير الفيلم المتوج بالتانيت الذهبي، المخرج ولا ما يجي حتى حد من ليكيب باش ياخذ التانيت؟ حتى حد ما جاش، حتى حد ما جاش، لانه مش ضيوف، الناس ما جاتش، ما قبضتش الدعوات، باعوا افلامهم، معناتها يقول لك تحب تاخذ فيلم اعطيني فلوس. والفيلم تحب تعطيه في المسابقه، تحب تعطيه حتى في الحبيب بورقيبه، ما تبرس انا اعطيني فلوس وتبرس. هذه فما راهو عدم حضور المخرجين لتسلم جوائزهم هو اكبر دليل لفشل التنظيم، لانك ما تنجمش انت للتانيث باغ ما تلقاش المخرج نتاعو، ما تلقاش حتى المونتور، حتى الديريكتور فوتو، تجيب ما نعرفش انا مدير الانتاج، تجيب ممثل، ممثل حتى فنه. انيس جوست عندك مشكله في الصوت، التليفون كان سافا توا نسمعوا فيك صوت مدخت شوية توا سافا، خلينا نشوف المخرج سافا نورمالمون توا شوية تراها نيس، خلينا نجرب وكمل لنا الجملة سامحني. هكا قلت لك معناتها عدم حضور الناس المتوجة هو أكبر دليل لعدم المهرجان قطاج ما عادش منتظر. حاجة أخرى اللي تقلقك في التنظيم، إذا ياخذوا معناتها في لجنة في الجوري دو لون ميتراج، الجوري دو كارتاج، ياخذوا الممثل على التوانسة، ياخذوا صحفي اللي هو كان في سفيان بن فرحات، في سفيان بن فرحات، فهمتني؟ مع احترامي لل الصحفي وكاتب راه وكتب دي سيناريو قبل. لا باش ماهوش نعطيك راحة حقه عاد. اي لا عاد احنا ولاد المهنه، عاد احنا كي تحكي لي في الحكايه ليا معناتها تقول من ليبيا ولا في تشاد. لا ما تعرف جو سيبوز معناتها. لا نعرف اي باش الناس تعرف هذاك علاش مش صحفي فقط. شوف راهو ما تلزمش، فما كان نوريك معناتها الصحفيين اللي يكتبوا في السيناريوهات ونعطيك اسكو فما في سيناريو موجود كفيلم. هل فما حاتم بالحاج عمل من اقوى حاتم بالحاج حاجه اخرى كتب لي سيتكوم كتب برشا حاجات. احنا نحكيو على السينما اختي العزيزه، مانيش نحكيو على التلفزه، راهو التلفزه ماهيش سينما، وراهو كي نقول واحد يكتب صحفي وكل شيء يكتب عمل دي سيناريو عملهم للتلفزه، اشكو عمل الحاجه للسينما؟ هذاك يوريك الكره لاهل المهنه، لانه ا سو بوين معمول به في العالم الكل، نشوفوا دي جورنال دي غرون جورناليست في جوري. لا مدام شوف راهو ناخذوا صحفي مختص في السينما، ناخذوا صحفي خاطر عندنا المختصين في السينما، صحفيين مختصين في السينما، مختصين في النقد السينمائي، مختصين في علوم السينما. سامحني انا تو نعرف سي فرحات ونحترمه ياسر في الخدمه اللي يخدم فيها وكل شيء، لكن مش تقليل من شان الرجل، راه مانيش نقلل من شان الرجل، راه الرجل هذاك على العين والراس، نحبوه ونموتوا عليه ونتبعوا فيه. انا نحكي لك على اداره قرطاج، سي اوتر شوز اداره قرطاج. اداره قرطاج لانك هو هل الكوميتي هذايا اللي يخدم في قرطاج، كي تقول انت جوري نتاع قرطاج، راهو سي ان جوري دو بروفيسيونيل، سي ان جوري عندهم علاقه بالصناعه السينمائيه، تنجم تاخو مثلا كاتب راهو اما يكتب للسينما، تاخو ناقد يكتب للسينما، تنجم راهو اذا ما تحبش المخرجين تنجم تاخو منجين، اذا ما تحبش المنجين تنجم تاخو تقنيين من مدير تصوير من مونتور. لكن اللجنه بربي جوست ان ديتاي انيس، اللجنه فيهاش كان سفيان بفرحات راهو فيها نعم. من لجنه ما فيهاش كان سفيان بن فرحات جوري، نحكي هنا لجنه التحكيم، نحكي لك فيها من مالي، فيها من مصر، فيها من المغرب، فيها من الجزائر. نحكي لك على الممثل على التوانسه راهم الممثل، لكن مش هو يقرر، اللجنه كل تقرر.
ليش ليه ليه عاد ما نقول لك انا كيفاش انت تختار ممثل على التوانسه. انت كي تاخذ ممثل احنا شفنا اللي قلت لك نحضر من عام 88 فهمتني، معناتها نشوف شكون في الجوري، نلقى حميد عطيه، نلقى حتى نلقى اهل السينما ولا اهل النقد السينمائي ولا موزع والا والا معناتها تقني تقني معناتها تقنيين اللي توجوا، ولا ممثل ممثل خدم في السينما معناتها ممثل سينما يعمل 4 5 6 7 8 9 10 افلام، يلزم يعطي رايه، يلزم وتكون عنده رؤيه، ولا منتج اللي هو خدم في السينما ولا ولا موزع، معناتها ديما نرجعوا لل ولا كتاب في السينما عندهم نظريات في السينما وعندهم حاجات، معناتها الحكايه كلها هي كان سيتون سي اونفا كيما تتويج لأهل المهنة، كأنك مش تكرمهم أهل المهنة، تحطهم في الجوري. إذا نلتجئوا احنا في الدورة هذه لشخصية اللي هو شخصية مهمة في الإعلام، لكن علاقته بالسينما علاقة بسيطة جدا. شكو قالك بسيطة؟ بلكش يتفرج أكثر منها. أنا لقيت مرة أحكي على أي فيلم معناتها انا شوف معناتها لا احكي احكي لا احكي برشا على مسرحيات وافلام عاد انيس اسمعني اسمعني لا والله زميلي على راسي وعيني وقد راسي سفيان اما لا ولا يقول في حقائق لا لا يحكي برشا على السينما ويدخل في تفاصيل السينما ويحكي لك على نوع الديالوج نوع السيناريو لا سي با فغي انا شوف اختي العزيزه معناتها نحكي لك راهو افيك درايه بالموضوع انا عندي تو 30 سنه نخدم في المهنه هذه نعرف سفيان بن فرحات ما عمري ما تعرفت معاه في حتى لقاء سينمائي مدة 30 سنة نخدم في تونس 30 سنة نخدم في تونس لعمري تلاقيت مع سفيان بن فرحات في أي حلقة سينمائية لا في لا بروفيشنال لا أماتور لا في قليبيا لا في جابس لا في قرطاج لا في معناتها حتى بلاتو تلفزيوال يحكي على السينما ساخش توجور حاجات بسيطة معناتها عموميات معناتها ما فيش نقد حاجات داخله في الكتابه راهو فما عندنا نقاد راهو في السينما عندنا برشا نقاد شكون النقاد اللي عندنا في السينما عندنا برشا اعطيني اسم برشا عندنا سميرة الدامي عندنا عندنا شو اسمه اللي من سوسه اللي شو اسمه ننسى الاسامي شويه عندنا مش مشكل اي مش مشكل الاسم نعطيك الاسامي فما شو اسمه استغفر الله يا رب مش مشكل خلينا نقدمه في الحوار حتى تذكر ما عندنا وقت دونك لجنه التحكيم لم ترق لأنيس الأسود مشترق انا نحكي على انا ندافع على المهرجان اي نعرف يعني كانت نجم تكون لجنه اخرى تشوف انا مانيش امي لازم تكون مغرومه بالسينما قاعده في دارها انا نخدم في السينما انا ندافع انا في نقابه المنجين ونقابه المخرجين فهمتني ولا انا في جمعيه المخرجين في نفس الوقت كاتب امين المال تاع جمعيه المخرجين نحكي لك عدم تشريك الجمعيات في كل القرارات نتاع المهرجان وهذا من قانون قرطاج يقع تبعيدهم كومبليتمون على التنظيم المهرجان ويعملوا اللي يحبوا وهذا هما اللي ريزولتا ما عادش يجينا ضيفان ناس ما عادش تجي تاخذ تانيت تعرف في القاهره الافلام المشاركه كلهم اون افون بروميير مونديال اول عرض عالمي العبيد اللي كانوا يجيو كرتاج ولا يمشيو للقاهره والقونا اللي توا القونا عمره 5 سنين مش القونا مانيش نحكي على القونا سي تان فيستيفال بريفي يا اختي سي تان فيستيفال لكن يمشيو الناس كل احنا التوانسه شفناهم في القونا شفناهمش في كرتاج على مهرجان القاهره اللي عمره 43 سنه مهرجان القاهره احنا اكبر من مهرجان القاهره واحنا اقدم من مهرجان القاهره يوسف شاهين انطلق من تونس صلاح ابو سيف برشا مخرجين انطلقوا من تونس القدم مجدد شو اسمه المخرج المغربي شو اسمه اللي عمل تونسي مغربي هو وليد فريمون انغيلفاتور كي كي تي شنو عمل الفيلم مش مشكل كما ذكروش الاسماء خاطر مازال عندنا دقيقه كهو نيس مش مشكل كما ذكروش الاسماء عن دقيقه كهو خاطر مازال جاي وقت الاخبار حوار معاك مش قول لي خلي مصداقيه قرطاج تطيح في القاع والمهرجانات الاخرى خذت علينا الهف ولو الناس يحبوا لافون بروميير نتاعهم تقع في مهرجانات اخرى وهذا اللي يؤسفني وهذا اللي يخليني معناتها نقول المهرجان هذايا في دين شكون؟ وعلاش وصلنا للحضيض؟ راهو نعتقدوا اللي المهرجان نجح، ما فماش عباد
ما فماش ضيوف، راه قوه المهرجان في ضيوفه، قوه المهرجان كيف الناس تعطي لا بروميير مونديال نتاعهم في تونس مش في مهرجانات اخرى، لان احنا اوني لي بيوني. مهرجان قرطاج راهو ارث وطني، راهو ملك لكل التوانسه، معناتها كان تلقى عاد تتملى وتفرق لانه ملكنا احنا. والجمهوريه راهو ما تخلقش اليوم، تخلق عنده تعرف ايش عنده؟ عنده 50 سنه 52 53 سنه من عام أربع من عام 65 قرطاج و 64 مهرجان قليبيه اللي كان الوالد نتاعي من اول رواد مهرجان قليبيه في عام 64 وعمي عبد عمي شو اسمه سي عبد الحق الاسود الله يرحمه هو من مؤسسي مهرجان قليبيه. معناتها نحكي لك انا on a mis les jalons de quelque chose. اليوم مهرجان قرطاج قاعد يضيع، فما محاوله لتكسير مهرجان قرطاج ولا بروف يغا بلو دو بيرسون، الناس ما عادش يحبوا يعديوا، ولي سي ان فيستيفال دو باساج، ترمي فيلمو كي عمل دوره العالم الكل ترميه هنا في قرطاج، ما تعطيش العرض العالمي الاول وما تجيش لقرطاج. واضح انيس اكبر غياب للمخرجين في البالماريس في اخر ريزلتا اللي الناس ما جاتش خذات جوائزها. راهو عيب. اي هذا عيب، هذه معاك 100% عيب. اليوم ما تجيش تاخذ تاني الدور خاطر توتوني كيف ما تجيش حتى تكنيسيان معناتها يحتقرك واحد، تعرف معناتها ما يجيكش واحد لعرفك يحتقرك. اي معناتها ما عادش مهم، معناتها انت تو في بلو بارتي من لي نوبل دو سو ميتي، معناتها قرطاج ولا من لي بتي فيستيفال مالوغوزمون ترمي في الموك بعد ما يعمل دوره العالم كله ترميه هنا. اي انيس قبل ما تمشي لمصر هو الاصل قرطاج، وهذا اللي قلق. أنا الحاجة هي أكبر حاجة تقلقني وأكبر حاجة نغير عليها. واضح. هي الكل سي سيكوندير، أنا اليوم صحابي اليوم في تونس، أنا في القاهرة. ومرة أنا في تونس والآخرين في القاهرة، لو بلوز امبورتون كو لو سينما مارش. أوني معناتها أون بونس أوترومون، رانا أون ني با دون لا دون لا جالوزي، معناتها سي فيني تو سا. لا نعرف شو ماذا بينا احنا أفلامنا توصل للعالم الكل، هذا سي بلوز امبورتون. أنيس قبل ما تطلع لمصر باش تكون عنا لقاء هوني في استوديو نزيدو نحكيو باكثر التفاصيل، وانا نعرف فما هذا كله ما حكيناش على الكاسينج، وجا وقت الاخبار في بالك ولاد صغار وفما قلت لي اون دام عمرها 50 سنه عرضت لك خطفه في الشارع، اليوم ولات البطله اول مره تمثل اسمها درساف الوركتاني باش تجي معاك انيس في الحوار، وكانت باش تكون اكبر مفاجاه في الفيلم هذا. ان شاء الله تكون معنا لوغ في الحوار قدحه باش يكون في مهرجان القاهره السينمائي دوره 42. انيس الاسود نشوفك تري تري بيانتو، برافو وميرسي بوكو على المداخله، يعيشك خلاتنا الوقت الاخبار للاسف.